مرحبا بكم محبي قناة التعلم الأعزاء في فيديو جديد. في هذه الحلقة أصدقائي سوف نعرج على آخر الموضات لصناعة الطرق بأحدث التكنولوجيات. مستعدون أصدقائي لبداية فيديو مرعب ومدهش؟ هيا بنا لنبدأ. سنكتشف معا حلقات بناء هذه الطرق السريعة والذكية والأساليب المتطورة. لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وهيا بنا لنبدأ. أما الآن مع هذه الآلة العجيبة ذاتية القيادة. هذه الآلية إنها آخر ما أنتجته التكنولوجيا. تضمن هذه السيارة ذاتية التحكم الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS وضع علامة دقيقة على الطرقات، وذلك يتسبب في حد أدنى من المخاطر، فهي تحل محل العمل اليدوي. يمكنها أن تنتج لنا 20 كيلومترا من العلامات الطرقية في ساعة واحدة فقط، وهذا يوفر قدرا كبيرا من الوقت والتكلفة في نفس الوقت. يمكنها أيضا أن تعمل في المناطق الحضرية كذلك، في السوق والطرق وكل ما تتخيلونه. دعنا أولا نتحدث عن هذا الحاجز الذكي، هو المتنقل بين الطرقات. تخيل معي أن يكون لديك حاجز مثل هذا يعطيك الطرق ويتيح لك مسافة في الطريق، بل ويحجز طرقا أخرى. يمر فوق الطريق على حسب النظام الموجه له. يتيح للعربات الكبيرة ممرات خاصة، بينما قد يسد طرقا بأكملها، وذلك في حالة الطوارئ. يلبي خدمات رائعة جدا، فيه معايير السلامة والتحكم في حركة المرور، فهو يعطي الرفاهية لمستخدم الطريق. أما الآن دعونا ننتقل إلى وحش آخر، وهو وحش الهوفمان. مركبات ذاتية الدفع ومخصصة. شاهد كيف تصنع لنا الخطوط عبر الطريق. خطوط التشوير مهمة جدا في أي طرق في العالم، وهذه الآلات مختصة في صنع هذه الأشياء عبر طرقات العالم. تسمح لنا برش الدهان البلاستيكي البارد في هذه الطرقات بكل ذكاء. هل تعلمون تلك الآلات التي تستخدم قوالب خاصة لبناء الطرقات؟ هذه هي يا أصدقائي. باستخدام الخرسانة والقوالب المخصصة لإنشاء أجسام معينة، من الأرصفة والمزاريب إلى حواجز الطرق. يمكن أيضا استخدام قوالب مجهزة بأجزاء ضيقة والأرصفة. توفر هذه الطرازات خيارات متنوعة لمثل هذه الصناعات. هذه الآلات تستطيع التكيف مع البنية التحتية للطرق. أما الآن يا أصدقائي فإلى الوحش سوبر فوغل. حينما نتحدث عن الوحوش الكبرى نتحدث عن دولة الماكينات، إنها ألمانيا. هذه الماكينة يمكنها أن تعمل على الطرقات الكبيرة وعرضها 3.5 أمتار. يمكنها أن تضع لنا في الطريق 300 طن من الإسفلت، وذلك في رمشة عين. هناك نموذج آخر من تلك الآلة، وهو نموذج صغير لكنه فعال بشكل لا يصدق. يعملون بتكنولوجيا حديثة، وهي تكنولوجيا الفابريشن أو تكنولوجيا النانو. متأكدون أن هذه الطرقات لن تفسد بعد زمن طويل.
أما الآن أصدقائي، دعونا ننتقل إلى عالم آخر، وهو عالم بناء البلاط. شاهد كيف يصنعون هذه الطريقة الذكية، تسمى طريقة الرصف الخرساني. بإمكان عامل واحد أن يدير هذه الشاحنة وأن يرصف لنا طريقا بالكامل. هذه الرافعة بإمكانها الرصف بكل أمان. الألواح الخرسانية لديها تقنية لتوفر لنا الوقت، وكذلك تربط عبر سلاسل. وها نحن يا أصدقائي، ضمننا تكلفة أقل ووقتا أقل كذلك. والآن أصدقائي، مع طريقة أخرى لإنشاء الطرقات. هل كنتم تعتقدون يوماً أنه بإمكاننا صناعة شريط مثل هذا؟ كم نحن بحاجة إلى مثل هذه التكنولوجيا في بلداننا العربية؟ هذه الأشرطة تسمى الأشرطة الذكية، استعملت في مدينة مايرلاند. ذكية، ونستطيع أن نتحكم بأشرطة المرور عبرها، فهي تعطينا الوزن الذي مر بها لكي نعلم هل هي شاحنة أم عربة أم شيء من هذا القبيل، لتتغير إشارة المرور حسب الأولوية. لقد غيرت التكنولوجيا عالمنا وحتى إشارة المرور. أما الآن يا أصدقائي إلى هذه التكنولوجيا. احتكاك السيارات والشاحنات والعربات الكبيرة مع حواجز الطرقات يؤدي إلى تحطمها أو بعض الحوادث المميثة، لكن هذا الحاجز الذكي المدعوم بهذه القطع البلاستيكية الدوارة يمنح لهذه العربات سلاسة كبيرة في أن تعرج على الطريق دون أن تتأدى بطريقة كبيرة. ولك أن تتخيل لو لم يكن هذا الحاجز بهذه الطريق، قد يكون مكلفا، لكن ليس بالمقارنة مع أنفسنا وأرواح البشر. أما الآن سننتقل إلى وحش آخر. هل تعلمون أن سدادات المواسير دائما ما تكون صعبة؟ لكن بفضل هذه الآلة، انظروا ماذا سيفعل. إذا كانت المواسير كبيرة، فإن هذه الآلة تقوم بقطع قطعة دائرية أكبر منها. يقومون بأخذ القياسات المناسبة وكذلك وضع هذه السدادة، ومن ثم الإسمنت. الآن دعونا ننتقل إلى هذا الوحش الكبير، اسمه ليسماك. هذه معدات من شركة بناء لقطع الإسفلت. هذا الوحش يقطع لنا الإسفلت بكل ما أوتي من قوة. لديه إمكانيات متعددة، فهو يقطع لنا هذا الإسفلت بطريقة مثالية.
الآن إلى تكنولوجيا أخرى. هذه تكنولوجيا لديها الملايين من الداتا حول العالم، وذلك عبر هذه المجلسات الذكية التي تمر عبرها السيارات. يمكنها أن تعطيك أدق التفاصيل حول السيارات التي مرت من فوقها. لديها مستشعرات قوية جدا، وكذلك كاميرات دقيقة. أصدقائي، أترككم مع بقية الفيديو وفرجة ممتعة.